عن جابر بن يزيد الجعفي: رأيت مولاي الباقر عليه السلام وقد صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر عليه السلام. فقلت له: أخبرني جابر عنك بكذا وكذا. فصنع مثله وركب وحملني معه إلى مكة وردني. حبيبي الله، أشبلت لي الفيل. فيل بيقول لكم هذا الإمام حقكم صنع بيده فيل، وقال له خلاص وصلني على طريقك، ومع أنه هو اللي صنعه وصله إلى مكة. وجاء واحد ثاني قالوا أنا صدق سرت إلى مكة بفيل، قال اطلع معي صنع لك ذي العين، أعمل لك مشوار، صنع الفيل وكذا ويلا اطلع، ووصله إلى مكة ورجع. يا أخي ما شاء الله، والخيال خيال وخلاص وهكذا، ولازم تؤمن بهذا وتكمل القصة. يقول اللهم صل على كل يوم الجامعة، ولا تقدر تناقشه. طيب ليش عاد ليش لا فيل؟ ليش اختار فيل؟ طيب كان لو عاد قال نسر كبير ولا طائر كبير، حاجة فيها جناح يعني، ولا ريح ولا ملائكة شلوا ولا سحاب حاجة، أما فيل وركب له جناح وطار، ما فيش داعي يعمل فيل ما دام هو بيصنع هكذا، يركب لنفسه هذا الإمام أجنحة ويوصل نفسه ويرجع وخلاص، بدون ما يعمل فيها له ولا حاجة، يخسر في الطريق يمكن يعطش ولا كذا، والله يضيع عليه، أو ليش ما بلا فيل يرجع يصرف عليه، يمكن قصة الفيل إنه مريح في الطريق يعني في المضبة هكذا. مشوا أمورهم كقصص تحسها أفلام كرتوني. هذا إمام أيها. هذا الإمام سندباد أو منو؟ سندباد والمصباح السحري، مو كنا نشوفها؟ مو كان يجي بساط وطايرين بي ونقول هاي أفلام كارتون؟ لا، هاي كانت حقيقة عند الباقر. أيوة استفدت من سندباد. أيوة أنا واضح هذا الخيال، ما مشو خيال، هذا خيال سندباد أقل شيء. بس من هو هذا الإمام علي بابا؟ لأنه هو اللي كان ماشي معه يعني هكذا بكل بساطة. تشوفوا ممكن بيتفرجوا مسلسلات وكر أفلام كارتون مع الأطفال وكذا، بس يغيروا البطل بعدين يحطوا بدل سندباد يحطوا الإمام دريمان الباقر، ويشوفوا جرانديزر ويحط بدلها الإمام العسكري، وهذا الإمام كذا الماوكلي، والإمام دريها وخلاص، ومشوها وكلها قصص أفلام كارتون وخيال، والفيل يطير والحمار يغرد وخلاص وقصص، ويشتوى الناس يبكوا ويشتوى يحسبوا علينا دين ولازم دآمن به. وهو بناخذه من قصص سالي وسندباد وماوكلي وجرانديزا يعني. وينك؟ موجود. اشتي يا اخي، ما ادريت منين شغلوا الجني هذا. اشتي طي اشتي ايش؟ اشتي يا طير، ما ادريت منين شغلوا وضع الطيره. شغل ايش يا اخي؟ الفيل انا الان بنكلمك وانا فوق الفيل. كلمني فوق فيل؟ ايوه الان انا فوق الفيل بنكلمك وانا راكب فوقه. كيف فيل فوق فيل يعني؟ كيف جيت هذا؟ اياك افتجي يا اخي، فيل طابقي راح نقول لك كيف يشغله. ما تشتي ابي، خليني اكمل. يا اخي اسالك بالله يتغدوا علي، قول لي كيف يطيروا. يا اخي ما فيش فيل بيطير. بالله من الشيطان، يعني ما بيشيل الفيل حقي ما يطيرش؟ عاد انا شفت في التلفزيون قال ان الباقر طرب الفيل لامك ورجع. انا اشتغل بس اروح لهني اتغدى وارجع. يا ابني من طلعك ما فيش فيل يطير؟ كان ما يفعل يبيض. شوف أول الضحايا أفلام الكرتون حقكم، في ناس بقى يصدقوا هذا القصص والخيال ويشتوا يطيروا. لا حتى أنتم مستغربين ليش بتطير عمائمكم ويطيروها فيرة. أحمد قد طيرتوا فيه، أما العمامة سهل.